تحية متجددة لكم مشاهدينا الكرام، وين ما كنتوا أحلى سلام وأحلى تحية نزفوها لكم انتم اللي راكم تشوفوا في قناة الشروق الإخبارية داخل أو خارج الوطن. نقول لكم مرحبا بكم من جديد. مازلنا في بداية الحلقة، مازلنا في بداية العدد، مواضيع مختلفة راهي في انتظاركم، ضيوف عدة راح يلتحقوا بنا ويحطوا رحالهم في برنامجنا الصباحي من أجل مناقشة مختلف المواضيع المختارة صباحة اليوم، بالإضافة إلى مختلف المحطات اللي لازم نمر عليها كل يوم. مشاهدينا الكرام، لا بأس أن أذكر بمواضيعنا لنهار اليوم. في الصحة النفسية راح نحكوا على المرض النفسي، راح نتعرفوا على ما هو المرض النفسي، نتعرفوا على الأسباب اللي تؤدي بالإنسان للإصابة بالمرض النفسي، وراح نتعرفوا أيضا على مظاهر المرض النفسي إن كان على الفرد ولا في المجتمع. هذا الموضوع اللي اخترناه لكم في الصحة النفسية. أما في فقرة التكنولوجيا وهي فقرة قارة أيضا بيوم السبت، راح نحكو على عصرنة رقمنة المواقع الإلكترونية الطبية من أجل الخدمة للصحة العمومية. راح نتعرفوا على واحد من المواقع والخدمات اللي تقدمها للمواطن، بالإضافة إلى مختلف المعلومات المقدمة في هذا الصباح. أما الآن مشاهدينا الكرام، نروح إلى ثاني محطة حاضرة معنا في بلاطو الشروق مورنينغ صباحة اليوم، واللي هي محطة للأحوال الجوية. فبالنسبة للناس اللي راهي فيها تصبح تشوفينا في ديورها، مازال ما خرجت وراهي تسقها، ونقول لكم صحة قهوتكم ومشاهدة ممتعة لقناة الشروق الإخبارية وبرنامج الشروق مورنينغ. لازم قبل ما تخرجوا من ديوركم اليوم تتعرفوا على الوضعية الجوية الخارجية في هذا الورقة. من بعد نرجعوا إلى البلاطو باش نبدأ معالجة ومناقشة مختلف المواضيع. ما تزابيوش. كانت هذه وضعية الأحوال الجوية المرتقبة لنهار اليوم، قدمناها لكم مشاهدين الكرام من برنامج الشروق مورنينغ على قناتكم قناة الشروق الإخبارية. إذا مشاهدين الكرام، 16 دقيقة مرت فقط من عمر البرنامج، مازلنا هنا إلى غاية العاشرة إلا ربع. مشاهدين الكرام، نذكركم فقط بإمكانية التواصل معنا عبر مختلف بواباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي دايما مفتوحة لكم، آراءكم، انتقاداتكم، اقتراحاتكم أيضا، وحتى الضيوف اللي راكم حابين يكونوا حاضرين معنا في بلاطو الشروق مورنينغ. ذكركم أيضا بالإيميل الخاص ببرنامج الشروق مورنينغ، واللي هو الشروق مورنينغ 2022 @gmail.com.
جيميل.com. مرحبا بكل اراء الناس. كل يوم رانا نصفحوا هذا الايميل من اجل اختيار المواضيع، من اجل الوقوف على انشغالاتكم وارائكم وحتى انتقاداتكم البناءه والايجابيه. صراحه تفاعل كبير على مختلف المواضيع المختاره وحتى على مختلف الفقرات اللي نفتحوها لكم من اجل التفاعل، ان كان فقرات ان كان فقراتنا العديده والمتنوعه وابرزها الحكمه اللي دائما هي مفتوحه للجميع، ودائما ما توصلنا العديد والعديد من الحكم الشعبية الجزائرية حتى العربية، وكل واحد فيكم يحب يشارك بالحكمة والمثل الشعبي المتداول في الحي دياله، في الحومة دياله، ولا في العائلة دياله، عند كبار السن والجدود دياله، ولا حتى المتوارث من عند السلف. أحيانا نوقف على بعض الرسائل اللي توصلنا في الإيميل، واللي دائما يقول لك رجاء أقرأوا المثل الشعبي ديالنا لأنه جدي أو جدتي قالته، فالأكيد أن نقول لكم كاين بعض الأمثال الشعبية اللي قريناها وقريناها وعاودناها، فالأكيد نفتح المجال لمختلف الحكم الشعبية اللي توصلنا من مختلف الناس واللي مازلنا ما قريناهاش. ساعات نعود نولو إلى الحكم المتداولة حسب الموضوع والموقف واليوم والتاريخ والزمن، وساعات نفتح المجال لحكم أخرى من أجل أيضا الوقوف عليها ومقاسمتها ومشاطرتها. جمهورنا الكريم ما تقلقوش علينا برك، أحيانا أيضا نلقى رسالة فيها مثلين أو ثلاثة أو أربعة، فالأكيد أنه نختار واحدة باش نفتح المجال لحكمة أخرى ومثل شعبي آخر إن كان جزائري أو حتى عربي. ودائما نوع في المواضيع هكذا باش مبقاوش في موضوع واحد ودائما فيه. فحكمتنا لنهار اليوم هي أكيد من اقتراحكم ومن موقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج، وحكمة اليوم تقول: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه، ومن وعظه علنية فقد فضحه. حكمة اليوم تحكي عن الموعظة أو النصيحة وتقول: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه، ومن وعظه علنية فقد فضحه. نعود نحكوها أنه لا نعود نقروها مرة أخرى. حكمة اليوم تقول: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه، ومن وعظه علنية فقد فضحة. كانت هذه الحكمة اللي خيرها لكم فريق الأعداد لنهار اليوم، لتحكي على النصيحة أو الموعظة، يعني حتى بالدرجة أو بالعامية نقولوا النصيحة أمام الملأ فضحة. يعني الإنسان لما يحب ينصح أخاه المسلم لاجي يحكموا وحده، يشدوا وحده، ينصحوا يقولوا يا فلان ما تديرش هكذا، ولا علاش درت هكذا، ولا ماشي لازم تكون بهذه الطريقه، ولا طرد بهذه الطريقه، فقط يجتنب انه ينصحوا امام الجميع تفاديا لاحراجه، لانه لو ينصحوا قدام الناس راح تولي فضيحه. وحتى بالعاميه كما قلت لكم نقولوها النصيحه امام الناس تولي فضيحه، ما توليش النصيحه شغلك بهدلته بالعاميه. اذا كانت هذه الحكمه اللي خيرها لكم فريق اعدادنا في هذا الصباح. نشكر كل الناس اللي تتفاعل معنا عبر السوشيال ميديا، وخاصه الناس اللي راهي تشاهد فينا هذا الاثناء وحامله الهاتف ديالها وتبعث لنا في الرسائل، ان كان على الصفحه الخاصه ببرنامج او قناه الشروق الاخباريه، ولا حتى على الصفحات الخاصه بنا كاسره اكيد اعلاميه، ولا كاسره وفريق برنامج الشروق مورنينغ. مرحبا بكل آراءكم، وشكرا دائما على تفاعلكم الدائم والمستمر معنا. مشاهدينا الكرام نروح الى محطه اخرى، اللي هي الاخرى لازم نمر عليها صبيحه كل يوم، واللي لازم نروحوا نديروا جولة عبر مختلف الصحف الوطنية العربية والعالمية، هكا باش نتعرفوا على أبرز المواضيع المتداولة في مختلف الصحف لنهار اليوم، ونديروا قراءات سريعة فقط على المواضيع البارزة واللي تناولتها الصحف إن كان داخل الوطن ولا خارج الوطن في معرض الصحافة. من بعد نرجعوا إلى بلاطو الشروق مورنينغ باش نواصلوا ونكملوا برنامجنا الصباحي اليومي. ما تزابيوش، ما زلنا هنا إلى غاية العاشرة إلا ربع. معرض الصحافة من قناة الشروق الإخبارية، أهلا بكم، وجولة سريعة على مختلف الصحف الوطنية العربية والعالمية، والبداية بيومية الشروق التي عنونت صدر صفحاتها وكتبت عن الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية إلى
روسيا وكتبت بوتين يقول تبون الشريك المفتاح، هكذا عنونت يومية الشروق صدر صفحتها. كما كتبت أيضا على صدر الصفحة حظوظ الجزائر تقوى في الالتحاق ببريكس. وبريش أيضا قال العديد في هذا الموضوع. كتبت يومية الشروق أيضا على صفحتها في موضوع رياضي الخضر يطيرون إلى الكاميرون والمدرب الصربي غاضب. كتبت يومية الشروق في العديد من المواضيع والمقالات أبرزها ما جاء في أسفل الصفحة الأولى، والتماس 10 سنوات حبسا نافذا لأربع جمركيين وموظف رياضي. في موضوع آخر كتبت يومية الشروق تزييف للشركات الإسبانية بالجزائر و 1.5 مليار أورو خسائر. كما كتبت يومية الشروق في العديد من المواضيع الصحية التربوية الاجتماعية الثقافية وغيرها من المواضيع التي تطالعونها في يومية الشروق لنهار اليوم. من يومية الشروق اخترنا لكم هذا المقال الذي عنوان كالتالي: بوتين يقول تبون الشريك المفتاح في العالم العربي وإفريقيا، والتوقيع على الإعلان الرسمي لشراكة استراتيجية معمقة، قبول وساطة الجزائر في النزاع مع أوكرانيا وعرض المبادرة على الأفارقة. ارتقت زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى فيدرالية روسيا منذ الثلاثاء الماضي بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية معمقة. تم التوقيع على إعلانها الرسمي من طرف رئيس البلدين أو رئيسي البلدين اللذين أكدا على تطابق تام للرؤى بشأن مختلف القضايا. قد وصف الرئيس تبون المحادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالمثمرة والصريحة والمصادقة، ومنوها بالدعم الذي وجدته الجزائر من الصديقة روسيا خلال انتخابها مؤخرا عضوا غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وفي تصريح مشترك مع نظيره الروسي عقب المحادثات أكد الرئيس تبون أن هذه الأخيرة عكست مستوى العلاقات السياسية المتميزة، وأكدت الإرادة المشتركة لمواصلة التشاور السياسي التقليدي بين البلدين. نبقى وإياكم في يومية الشروق، واخترنا لكم مقالا آخر عنوان كالتالي: 168 ساعة لإنهاء تصحيح امتحان البيام. أين انطلقت الجمعة عملية تصحيح امتحان شهادة التعليم المتوسط دون دورة جوان أقول 2023 وسط إجراءات تنظيمية محكمة ومشددة لضمان السير الحسن لها وإنهاء كل الأعمال المرتبطة بها في أجال أقصاه 24 جوان، كما كتبت أو كما جاء في هذا المقال العديد من النقاط التي وقفت عليها اليومية. وفي قراءة سريعة ليومية الخبر التي كتبت هي الأخرى في مواضيع مختلفة ومشكلة، أبرز هذه المواضيع: رسالة تبون إلى العالم التي اختتم بها زيارته لروسيا وقال نحن أحرار وسنبقى أحرارا، كما عنونت أسفل صفحتها الأولى: لهذه الأسباب تقرر إصلاح البكالوريا حسب وزير التربية بلع بدو انطلاق تصحيح أوراق البيام بداية من يوم الجمعة. كما كتبت يومية الخبر في مختلف المواضيع الصحية والتربوية والاجتماعية وغيرها من المواضيع. ننتقل وإياكم في قراءة سريعة إلى جريدة أخرى وإلى المشوار السياسي التي تداولت موضوع زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لفيدرالية روسيا، وعنونت لا لتسييس القرار الاقتصادي حسب ما قاله رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. كما عنونت أعلى الصفحة الأولى جريدة المشوار السياسي: الشعب الجزائري انتصر على المشاريع التي حاولت ضرب كيانه حسب تصريحات السعيد شنقريحة أثناء زيارته للناحية العسكرية الأولى. كتبت يومية المشوار السياسي في موضوع آخر: بالعابد مواضيع الباك لم تشبه أي أخطاء، بالإضافة إلى مختلف المواضيع الهامشية التي تطالعونها في يومية المشوار السياسي. من جريدة المشوار السياسي ننتقل وإياكم
إلى جريدة أخبار اليوم التي كتبت في نفس الموضوع وعنونته: شراكة استراتيجية معمقة بين الجزائر وروسيا، فيما تم التوقيع على 8 اتفاقيات تعاون بين البلدين الصديقين. تقرؤون على صدر الصفحة الأولى ليومية أخبار اليوم: الجزائريون ولدوا أحرارا وسيبقون أحرارا، حسب ما قاله رئيس الجمهورية في رسالة إلى العالم من جمهورية روسيا. أيضا الرئيس يدعو المستثمرين للاستفادة من الفرص ببلدنا، ويشدد على خصوبة الأرضية الاقتصادية للجزائر، بالإضافة إلى مختلف العناوين التي جاءت في الصفحة الأولى لأخبار اليوم. أبرزها: لا أخطاء في باك 2023، وإدانة قضائية ل21 متورطا في عملية الغش، بالإضافة إلى مختلف المواضيع. أبرزها: مسار بناء الدولة الوطنية بلغ مراحل متقدمة، حسب السعيد شينغ ريحة. أيضا في موضوع آخر: ارتفاع مخيف حوادث المرور بلغت 45% خلال آخر 5 أشهر من العام الجاري. الجوية الجزائرية تعلن عن تخفيضات للمغتربين، وكتبت أيضا في الشأن الرياضي يومية أخبار اليوم. من جريدة أخبار اليوم ننتقل وإياكم في قراءة سريعة لجريدة الجمهورية التي عنونت بالبونت العريض: الجزائر تشهد نهضة اقتصادية سريعة وتستهدف التحرر من المحروقات، ورئيس الجمهورية يشرف على افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري الروسي بموسكو، كما عنونت على صفحتها الأولى في موضوع أهم: ومسؤولون سامون ومشايخ وعلماء يتقدمون صفوف المشيعين في جنازة الشيخ آيت علجة، والجزائر تودع إمامها الأكبر في جو مهيب، إن لله وإنا إليه راجعون، كما كتبت أسفل الصفحة الأولى في مواضع مختلفة. كتبت: رياح التغيير تهب على خريطة الكرة الجزائرية، ومن ولاية وهران تحديد 50 موقعا لبيع أضاحي العيد حسب مفتشية البيطرة، من غليزان فتح مركزين للتصحيح بواد الرهيو لتصحيح امتهان شهادة التعليم المتوسط، وفي الثقافة إعادة دفن رفات الشاعر الهاشمي بن سمير والطير الأبيض يلحق مجددا في سماء وهران. كانت هذه أبرز المواضيع التي أتت على الصفحة الأولى ليومية الجمهورية. ننتقل وإياكم في قراءة سريعة إلى جريدة المساء، والتي عنونت هي الأخرى بالبونت العريض: زيارة تاريخية للرئيس تبون وإعلان شراكة معمقة بين الجزائر وروسيا ووساطة لتسوية الأزمة الأوكرانية. تقرؤون على الصفحة الأولى: الشعب الجزائري انتصر على كل محاولات ضرب كيانه، حسب الفريق أول شنغريحة أثناء زيارته للناحية العسكرية الأولى، بالإضافة إلى مختلف التفاصيل التي تطرقت لها يومية المساء عن زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى فيدرالية روسيا. ننتقل وإياكم من يومية المساء إلى جريدة الوسيط، وفي آخر عدد أسبوعي لها عنوان: تمويل ب3 ملايين دولار لمكافحة تغيير المناخ في الجزائر، كما كتبت على الصفحة الأولى شنغريحة: مسار بناء الدولة بمختلف مؤسساتها وصل إلى مراحل متقدمون. تقرؤون في موضوع آخر: الرئيسان تبون وبوتين يوقعان إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة، بالإضافة إلى مختلف المواضيع التي تقرؤونها في يومية الوسيط في آخر عدد أسبوعي لها. ننتقل وإياكم الآن إلى الصحافة العربية التي كتبت هي الأخرى في مختلف المواضيع العربية والدولية إلى يومية الشرق الأوسط، التي عنونت في موضوع رئيسي صفحتها الأولى وكتبت: السعودية وفرنسا تعزيز الشراكة
والتنسيق وزير خارجية أوكرانيا للشرق الأوسط: لسنا مستعدين للتنازل عن عضوية الناتو، وتحذير أممي من وضع كارثي في السودان، بالإضافة إلى مواضع مختلفة تقرؤونها في يومية الشرق الأوسط لنهار اليوم. من يومية الشرق الأوسط ننتقل وإياكم في قراءة سريعة للقدس العربي التي هي الأخرى، تناولت مختلف المواضيع الدولية والعربية، أبرزها اليونان 500 مفقود بينهم نساء وأطفال في غرق قارب، ومظاهرات ودعوة أممية للتحقيق في هذا الموضوع. هذا أبرز موضوع كان على الصفحة الأولى ليومية القدس العربي، بالإضافة إلى مواضيع دولية وعربية بإمكانكم مطالعتها في عدد اليوم من يومية القدس العربي. من يومية القدس العربي إلى الصحافة العالمية وإلى جريدة لو موند التي كتبت في موضوع رئيسي الوضع الجوي العالمي، حيث كتبت عن التذبذبات المناخية التي تهدد العالم، خاصة في ظل التغيرات والكوارث الطبيعية التي يشهدها العالم في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى مختلف المواضيع التي كتبت فيها يومية الموند. إلى هنا نأتي وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام هذا العدد من معرض الصحافة. شكرا على كرم المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء. تحية متجددة لكم مشاهدينا الكرام وينما كنتم، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بكل الناس اللي انضمت والتحقت بنا الآن. نقول لكم ما زلنا إلى غاية العاشرة إلا ربع، باقة منوعة ومشكلة من المواضيع والفقرات والأخبار اللي راح في انتظاركم طيلة عمر البرنامج، بلا ما ننسى مختلف الضيوف اللي راح يحطوا رحالهم في برنامج الشروق مورنينج من أجل مناقشة ومعالجة المواضيع المختارة لهذا الصباح. أما الآن مشاهدينا الكرام، وش رأيكم نروحوا نبدأ برنامجنا ونبدأ مواضيعنا لنهار اليوم بالصحة النفسية، ولكن بعد هذا الفاصل الصغير. إذن مشاهدينا الكرام، في موضوع النفسي لنهار اليوم اخترنا لكم موضوع المرض النفسي. بداية الناس بزاف تحكي على المرض النفسي وتقول ولا توجه الاتهامات لبعضها أنه هذا عنده مرض نفسي، ولا حتى أحيانا أشخاص يشخصوا حالتهم الصحية ويقول لكم لي أنا شخصيا مريض نفسي، ولكن ما حقيقة هذا الأمر؟ بداية حنتعرفوا على وشنو هو المرض النفسي، حنتعرفوا على الأسباب اللي تؤدي بالإنسان إلى الإصابة بالمرض النفسي، ورح نتعرفوا أيضا على أعراض المرض النفسي، ولذا كفنا الوقت رح نسيه كيفاش يعطينا حلول لتفادي هذا الأمراض النفسية اللي تصيب الإنسان لأسباب مختلفة. بلا ما نطول عليكم ولا خلاص طولت عليكم هدرت بزاف، خلوني نرحب وإياكم مشاهدينا الكرام بالأخصائي النفساني منصف هرقالي اللي حاضر معنا في هذا الصباح في بلاطو الشروق مورنينغ. صباح الأنوار أستاذ. صباح الخير لكل مشاهدينا على شروق مورنينغ، شكرا على الاستضافة. شكرا لك سي منصف ومرحبا بك مجددا في بلاطو الشروق مورنينغ. بداية كما قلت في المقدمة أن الناس بزاف ولهذا المصطلح أصبح متداولا وشائعا بين الناس، وإن أصابع الاتهام ولا توجه إلى بعض، كل واحد يقول للآخر أنت مريض نفسي، عندك مرض نفسي، ولكن ما على بالوش أصلا وشنو هو المرض النفسي. بداية وشنو هو المرض النفسي؟ المرض النفسي نحن نتكلم هنا عن اللاسواء،
يعني هو الخروج عن المألوف عن الطبيعي. يظهر المرض النفسي في اضطراب سلوك سلوك غير سوي، في اضطراب التفكير وحالة نفسية غير مريحة، راح نتكلموا على الأعراض تاعها. جميل جدا. أيضا هذه ببساطة يعني باش نبسطوه للناس. نعم. طيب نروح نحكو ربما على الأسباب اللي تؤدي بالإنسان إلى الإصابة بالمرض النفسي. نعم، الأسباب متعددة، ممكن تكون استعداد الوراثي للمرض ونسميه في علم النفس المرضي لي فاكتور دو فينيرابيليتي، اللي هي ممكن نلقاو الورث المرض عند الأم عند الأب عند الجد الجدة، الأصول الفروع وهكذا. ممكن أسباب كذلك راجع إلى صدمات الطفولة، أساليب تربوية خاطئة. معظم الحالات اللي تعاملنا معها على مستوى العيادة نشوفوا باللي أخطاء الحرص الوالدين الزايد، لأنه التربية لا ضرر ولا ضرار، يعني التربية نشدوها من الوسط، يعني لا إفراط ولا تفريط. صح. ممكن الدلال ولا تدليل زائد يكون شخصيات في المستقبل اتكالية، شخصيات مريضة نفسيين، وكذلك العقاب والإرهاب النفسي والتخويف والحرص الزائد، مثلا في الوسواس القهري نصيبوا أم نظيفة وتحرص على النظافة وعندها لسينية الشخصية الوسواسية، إذن يشوفوها أولادها في هذه الحالة، تربيهم على هذه الحالة يجيو. نعم، هذا الخوف ممكن في مرحلة المراهقة يبدأ يبان لطوق اللي هو لتخوب الأوبسيسيونال كومبيسيف أو سيدي. نعم. طيب دائما ما نربطوا الاضطرابات النفسية ولا مختلف الأمراض اللي تصيب الإنسان وهو كبير بالتربية ولا بالطفولة ديالو، إلى أي مدى تؤثر الطفولة على شخصية الإنسان كي يكبر وعلى صحته النفسية أيضا؟ نعم، من المعروف أن في الخمس سنوات أو السبع سنوات الأولى تتكون فيها اللبنة الأولى لشخصية الفرد. إذا كان يعني فرد شاف أو طفل شاف الأب والأم تاعو يصليوا وكانوا في تفاهم مثلا، راح يكون في استقرار المنزل أو البيت الدافئ والتواصل بين يعني الأب والأم أمام الأولاد، احترام الزوج لزوجته أمام يعني الأولاد أمام الأبناء هو مهم جدا. بيت غير مستقر راح يكون فيه اضطرابات نفسية، على الأقل اضطرابات القلق المتمثلة في الاكتئاب والقلق العام اللي هو الاطاق تخوب الانكسيتي انكسي جينيراليزي، وبعض الاضطرابات الأخرى كما الفوبيا، كما خاصة الفوبيا الاجتماعية نشوفوها، اضطرابات الهلع اللي تخوب دو بانيك المعروف بالخلعة اللي نشوفوه في نوبات الهلع. طيب نشوفوا أحيانا ولا نوقف على أشخاص بكل صراحة لما تشوف حياتهم كيفاش كانت في الصغر تلقاها باللي كانت بيرتيوربي ولا كانت غير سوية بكل صراحة، لكن هذاك الطفل يكبر وحده وتنمو فيه نزعة التغيير ويحاول يقوي شخصيته تلقاه إنسان سوي وطبيعي، هل هذه الحالات نادرة في المجتمع بما أنه الإنسان يعيش في بيئة متوترة ف 90% ولا ينمو إنسان غير سوي، ولا الإنسان يعني في حالات إنسان عنده شخصية طفل يكبر ولا يزيد بشخصية معينة يقدر نقوله بالعامية يصوفي روحه؟ هنا نتكلم على التكييف والتغيير لو شونجمون، مثلا طفل زاد في بيئة ولا تربى في بيئة قلقة، بيئة متوترة، انفصال بين الوالدين، مشكلات أسرية، لما أنه ممكن نشوفه يتحدى ولا البيئة اللي راح يعيش فيها ممكن عند جداه ممكن يتعلم ويحتك بأناس مثقفين، ممكن يروح الجامعة، كن يكون يعني شفنا حتى أطباء يعني خرجوا من وسط يعني صح. مشوش نعم، وحتى مخترعين يعني شوفوا حتى على ممر التاريخ نشوفوا باللي الأب كان متسلط لكن ذلك المخترع كان رائعا وعنده ممكن عشرات أو مئات الاختراعات. ولكن اسمح لي فقط دكتور، ولكن ما كانش علاقة ربما توافقني الرأي ولا تقدر تعارضني، ما كانش علاقة بين ربما نجاح الإنسان في دراسته ولا في مجال دراسته ولا العمل دياله بصحته النفسية، يقدر يكون غير سوي ويكون قاري في نفس الوقت. هذه كاين حالات لكن تبقى تأثر بنسبة ما، تبقى تأثر بنسبة ما، وشفنا حتى ممكن أساتذة ما قدروش يكملوا المشوار تحم يعني المهني الدراسي والمهني. هي الصحة النفسية والعقلية مهمة جدا، لأنه الصحة الجسدية مرتبطة بالصحة النفسية، والصحة النفسية
مرتبطة بالصحة الجسدية. إذا نقدر نقوله هي علاقة وطيدة، الانفصال بين النفس والجسد. وبالنسبة هنا حبيت نتكلم أستاذ، المرض النفسي عموما نسميوه المرض النفسي اللي مالادي نقدر نقوله مونتال، لكن هو في تصحيحه العلمي الاضطراب، نقول اضطراب ولا نقول مرض. الاضطراب النفسي تسمى المرض النفسي، ينقسم إلى قسمين، الاضطرابات النفسية والاضطرابات العقلية اللي راح نجيوها في الأنواع. جميل جدا. نعم، الاضطرابات النفسية احنا هنا في العصاب اللي تخوب البسيشيك، هدم غير مزمنة مرتبطة باضطرابات القلق، منها القلق، اضطراب القلق العام أو المعمم لدخول الأنكسي جينيراليزي، عنده أعراض، اضطراب الفوبيا بأنواعها، منها الفوبيا الاجتماعية، فوبيا النوعية اللي معروفة، فوبيا الدم، فوبيا من الحشرات، فوبيا من العلاء، من الطائرة، والفوبيا الاجتماعية نشوفها خاصة عند طلبة كيجيوا راح يكسبوزي ويديروا الباور، يديروا السبيش، أهم نعم العرض، نلقوهم ممكن تسارع ضربات القلب وممكن حتى حالات إغماء. دونك هنا ترجع إلى الأساليب التربوية، ذلك الإطمئنان، ذلك الحب. الرسول يا سيدي الفاضل، سيدنا محمد يا حبيبي يا رسول الله، كان حين يمشي في مكة ويرى سيدة فاطمة رضي الله عنها ومعه الصحابة، يجلس على ركبته ويضمها ما شاء الله من الزمن. بعد 1400 ولا 1300 سنة يجي العلم يكتشف الهرمون الرابع اللي هو هرمون أوكسيتوسين، ذلك الهرمون الرائع، هرمون الشعور بالمتعة والحب والحب والأمان. نقول الأولياء المرض النفسي ممكن وارد، لكن لصحة أبنائنا احتضنوا أبنائكم، تجنبوا الانتقاد والمقارنة، أحضنوهم. أنا كي نحضن ابني مش منتها أني ندلل فيه، ندلل فيه بالطريقة السوية صحيحة لأني أشعره بالأمان ونمسح له راسه ونقول له أنت جميل. كان دكتور لبناني معروف محاضر عالمي يقول، سوري محيو، يقول أستاذي الفاضل أنا عندما كنت صغيرا تناديني أمي بالدكتور، تعال يا دكتور محمد، فأصبحت دكتورا وأنا محاضر عالمي في علم النفس الإيجابي. إذن الصحة النفسية لها علاقة بتنشئة الأسرية الصحية. نعم، جميل جدا. طيب نشوفه ربما في هذه الأثناء صورة ماذا بينا تعلقنا عليها، يلا رانا نشوفه في عقل بشري ربما. نعم. هذا الجهاز العصبي المركزي أو الدماغ. الدماغ يتكون في أجزائه الرئيسية من ثلاث أجزاء رئيسية اللي هي المخ ركم فصلوا فيه، وكذلك المخيخ والجذع، يعني هذم المراكز هي المراكز المسؤولة على الذاكرة وعلى يعني التذكر وعلى تنظيم السلوك. بالنسبة للمخ وهو طيب تفضل. نعم. تفضل. بالنسبة للمخ وهو الجزء الرئيسي يتكون من نصفي الكرة المخية، النصف الأيمن والنصف الأيسر. النصف الأيمن مسؤول على الاسترخاء والموسيقى والمشاعر، الأيمن. نعم. والنصف الأيسر مسؤول على التحليل والتركيب ويعني التركيز والتذكر. وهذه الكرة المخية في نصفيها الأيمن والأيسر مقسمة إلى أربعة أقسام. الفص الجبهي المسؤول على تنظيم السلوك ومراقبة الاندفاعية، والفص الصدغي هنا في ربي سبحانه يقول ناصية كاذبة خاطئة، يعني هو اللي يكون الجزء الكبير من القشرة المخية هو الجبهي. الصدغي كذلك مسؤول على تنظيم المشاعر، كذلك الجداري مسؤول، الفص الجداري مسؤول على اللغة واللمس، والقفوي أو القذالي مسؤول على التوازن مع المخيخ، وكذلك على يعني معالجة المعلومات البصرية، يعني كي نشوفوا الحسية نشوفوا حاجة يستقبل. نعم. سبحانك ربي، هناك المادة كذلك الرمادية، كذلك النواة، نشوفوا كذلك بالنسبة للأميجدالة هي المسؤولة على الاستنفار أثناء الخوف، هرمون الأدرينالين في الغدة الكظرية فوق الكليتين.
هذا المخ سبحانك ربي هو المسؤول على الصحة النفسية والجسدية كاملة، يعني هو المسؤول على الصحة النفسية والجسدية. جميل جدا. نروح ربما بعد ما تعرفنا على أبرز الأسباب التي تؤدي بالإنسان إلى الإصابة بأمراض نفسية، نروح لربما تعرفنا على الأعراض. كيفاش نقدر نعرف أنه هذا الإنسان يعاني من اضطراب نفسي أو من مرض نفسي؟ خليني أقول وشنو هي أبرز الأعراض اللي تقدروا نشوفوها ولا نلاحظوها ك يعني أناس طبيعيين باش نشخصوا إذا كان هذا الإنسان عنده حالة مرضية ولا لا؟ نعم، بالنسبة للأعراض هناك شقين، الشق النفسي والشق الجسدي. نفسيا الشعور مثلا بالملل، العزلة، الانطواء، فقدان المتعة في الحياة نشوفها بزاف، الاكتئاب، كذلك عدم التركيز، نقص الطاقة، وهذا يؤثر على علاقات الشخص المصاب بالمرض النفسي. مثلا في الاكتئاب يؤثر على دراسته ونشاطاته الاجتماعية المهنية، الوسواس القهري يؤثر حتى بينه وبين علاقته مع زوجته ولا مع الأقارب تاعه، حتى في العمل يعني نشوفه. كذلك اضطرابات في النوم، اضطرابات في التغذية، يعني نشوفه يأكل بكمية كبيرة، أو فقدان الشهية، والعكس عنده أرق ولا ينام كثيرا. هذه بين أعراض الكبيرة. بالنسبة للأعراض الجسدية، لبالبيتاسيون، تسارع دقات القلب، سيشراس دلابوش، يعني جفاف الفم، كذلك ألام على مستوى الرأس، نشوفوا ممكن لي ديليغ، نروحوا حتى الهلاوس والهذيانات في بالنسبة للمرض العقلي اللي رانا جايينه، كذلك ألام على مستوى البطن، كذلك ألام على مستوى الرقبة، على مستوى اختناق، على مستوى الصدر، نشوفها بزاف. يشعر بالألام؟ نعم يشعر بالألام، ولما نروحوا نديروا فحوصات مثلا، حتى نروحوا حتى في الاستعجالات، قسم الاستعجالات مثلا في اضطراب الهلع، نلقاو باللي كي نديروا بيلون يعني سونغان ونديروا الاشعه وفحوصات الدم، نلقاو باللي ما عنده والو الشخص هذا. دونك هي نشوفوها على المستوى الجسمي، لكن منشأها هو نفسي. نعم، هذه هي معظم الاعراض اللي نلقاوها عند المريض النفسي. اما المريض العقلي مثلا في الفصام نلقاو الهلاوس والهذيانات، هو ممكن نلقاوه انفصال كلي عن الواقع او جزئي. دونك هنا كاين نتكلم سيدي الفاضل عن مصطلح الهلامية، الهلاوس والهذيانات اللي هي لي زاليسيناسيون اي لي ديليغ. ممكن نلقاو الهلاوس السمعيه والبصريه والشميه، يشوف حاجه ما كانش ويشم حاجه ما كانش ويسمع حاجه ما كانش. لي ديليغ اللي هي ممكن نشوفوه حتى في الهذيان، هذاءات، نلقاو في البارانويا هذاءات العظمة، الهوس الاكتئابي كذلك، نوبة الهوس ونوبة الاكتئاب، وكنا فصلنا فيها. طيب لو نحكو ربما تعطينا بعض الزانديس ولا نشوفوهم عند الإنسان باللي هذا مريض نفسي، يقول لك حركات يكررها أو كلمات يكررها المريض النفسي بزاف، هل هذه حقيقة ولا معلومة مغلوطة؟ نعم ممكن نعطيك مثال في المرض النفسي في اللي طوك تخوب الأوبسيسيونيل كومبيسيف، كنا تكلمنا عليه في هنا في المورنينج في حصة سابقة، انه هناك افكار وسواسيه دي زوبسيسيون ضاغطه استحواذيه. مثلا تجيني افكار دينيه تقول لي بلي انت راك مشرك لانك تفرجت الحصه الفلانيه مثلا وكان فيها خرج مسيحي يحضر. مثلا وسواس النظافه، نجي نغسل طهاره تقول لي مازال تغسل زوج ثلاثه خمسه، حتى احد المرضى شفاه الله يقول لي يا استاذ الامام كبر في المسجد وكملوا صلاة وانا مازلت في الميضة، يعني اتوضا مازال. نعم هي تروح ومازال، نعم تروح الافعال، الوساوس تروح الى افعال تكرارية طقوس نشوفوها. ممكن نشوفوا في الاكتئاب العزلة اللي تيك عند مثلا الفصامي السكيزوفرين، الفصامي نشوفوه قاعد ويسمع، يقول لك اك تسمع فهم، تقول له انت واش نسمع، ولا تشوف فيه جاي من هيه، وهنا تختلط الرؤيه والاهل يديوه يبداو يرقيو
وحتى الامر تاعو يعني مش يبان بعد مش تاع رقيه، لا به سحر ولا هم يحزنون، انما هو مؤشرات او اعراض المرض العقلي هنا. نعم. طيب المرض النفسي يحتاج الى ادويه ولا فقط المرض العقلي هو اللي لازم نقدموا له ادويه؟ لانه الناس بزاف تفرق بين المرض ما تفرقش عفوا بين المرض النفسي والعقلي. تكلمنا على المرض النفسي، الاضطراب النفسي والانواع تاعه. اضطراب يحتاج الى يعني ادويه؟ اكيد في معظم الاحيان يحتاج الى ادويه. لماذا؟ لانه نلقاو المريض النفسي المصاب بالمرض النفسي عنده اضطراب في النوم وفي الاكل. وكي شفنا احنا باللي اضطراب النوم هرمون السيروتونين استاذنا هو اللي يكون هرمون الميلاتونين، سبحان الله، هو علاقه الميلاتونين اللي تكون الغده الصنوبريه، يعني هرمون النوم. اذا كان كاين اضطراب في النوم لازمنا مضادات القلق والاكتئاب. مضادات القلق والاكتئاب لي زونتي اونكسيولوتيك لي زونتي ديبريسور لي ترانكيليزون، هادم باه يرجعوا السيروتونين. نعم السيروتونين اللي راهو صرا له تثبيط على مستوى المخ، تثبيط حادث موت عزيز او حادث او افكار صدمة. تشوهات صدمه صدمات طفوله لاسباب وراثيه ممكن يمشي 17 18 سنه يبدا قلنا لي فاكتور دو فينيرابيليتي، وكذلك لي زونتي بسيكوتيك مضادات الدهان هي تكون بلو دوزي شويه تكون زايده عليه باه نحيو الهلاوس هذين. المرض النفسي انا مبشر ونطمئن يعني المشاهد الكريم هو غير مزمن، لازم له علاج نفسي، جلسات مع البسيكوثيرابات اللي هو المعالج النفسي، ونخدموا بزاف بسي بي تي كوجنيتيف بيهافيور ثيرابي، وكذلك بالادويه لمده من الزمن يعاود يولي له. جوستومون لمده من الزمن قلتها، شحال تتراوح مدة أخذ الأدوية؟ لأنه المشاهد ربما ولا الإنسان المريض يملي، يقول لك بلي راه طول ما براش، شحال مدة الزمنية اللي لازم يتناول فيها المريض هذه الأدوية باش يقدر تبان عليه نتيجة التحسن؟ على الأقل مدة 6 شهور بطريقة منتظمة. منتظمة أكيد. نعم، لأنه كاين بزاف يدخلوا للأسف يجيونا العيادة ونبعثوهم برسالة توجيهية إلى الطبيب النفسي، يمدلوا الدواء ومن بعد في الجلسات لاحظوا باللي ما مشاش، يعني بخبرتنا المتواضعه نسالوه يقول لك باللي يما ولا الاب تاعي ولا زوجتي قالت لي يعني خلي عليك دواء، يخافوا من الخاصيه الادمانيه وما يخموش في الخطوره انك يتحبس المخ تعطي له ويندوز باه يعاود استرداد الدوبامين والسيروتونين وهرمون غابا مسؤولين عن السعاده. شكون ينقص له؟ هو الطبيب وليس المعالج النفسي، يعني مش حتى المختص النفسي، هو الطبيب يراجع الطبيب تاعه. كاين هنا حبيت نفتح قوس مهم جدا، العلاج النفسي ايها المشاهد الكريم والرائع ليس لا يكون باي حال من الاحوال اونلاين. كاين ناس بزاف يجيونا يقولنا اني المعالج العراقي الفلاني للاسف ولا السوري العلاني ولا الانجليزي، لا، ويدخلوا في متاهه كبيره. نقول باللي العلاج هو على مستوى العيادات، وما يروحوش يبحثوا في الانترنت على المرض، هذا يزيد يطور، وما يتوقفوش عن تناول الدواء بمفردهم، لازم يراجعوا الطبيب يعني اللي يوصف هذا ذلك الدواء. طيب بصراحة هل يأخذ فترة طويلة وكبيرة من أجل استرجاع حالته الصحية النفسية الطبيعية ولا على حسب الحالة؟ هي على حسب الحالة، وكاين محاور درك نتكلموا عليها. المرض العقلي يتطلب وقت، ممكن حتى لعشر سنوات، ممكن 8، ممكن 6، ومعظم الوقت يبقى بالدواء لأنه اختلال هرموني يعني العقلي. عضوي نورولوجي على مستوى الدماغ. لكن المرض النفسي وسواس قهري أو اضطراب الهلع تخوب الديبانيك، كذلك PTSD Post Traumatic Stress Disorder اللي هو اضطراب الإجهاد بعد صدمة، كذلك ليفوبي الخوافات، القلق المعمم وغيرها من الاضطرابات، تتطلب جلسات مع احنا بين 10 إلى 15 جلسة راح يكون في الهرم العلاجي بإذن الله، يرتاح يشفى يروح للتعافي. وكذلك بالنسبة للدواء لازم يبقى مداوم على الدواء. بالنسبة كاين حوايج هنا لازم يديرهم المشاهد الكريم يتبعنا في هذه النقطة. أول حاجة مادامنا رانا مسلمين
وربي سبحانه خلقنا لذكره ولطاعته. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فيها راحة كبيرة. اثنين، التغذية الصحية هرمون فيتامين دي مسؤول على 70% منه، هو اللي يكون هرمون سيروتونين. دونك غياب الفيتامين دي أو بعض الفيتامينات راح تكون تأثر على صحتنا. العقل الثاني يوهان أعتقد هو العالم الياباني اللي راه قالهم كاين the second brain، هو العقل الثاني اللي هو الأمعاء قولون. هنا نشوفوا باللي السيروتونين تكون كاينة. يعني له نقولوا ديما التغذية الصحية أكثر من شرب الماء. الجو باللي معظم يعني جلطات الدماغية والسكتات القلبية المفاجئة خاصة في الليل راجعة إلى زيادة اختلال في حموضة الدم. يعني ننصح المشاهد وننصح نفسي كذلك وننبه بشرب كأس ضرورة ماء قبل النوم. كأس ماء والإكثار من شرب الماء درك على الأقل 6 أو 8 كؤوس في حالة يكون الإنسان يعني الجو معتدل. كذلك ممارسة الرياضة، ممارسة الرياضة مهمة جدا لهرمون سيروتونين، العقل السليم في الجسم السليم. والنقطة المهمة جدا الحفاظ على النوم، الابتعاد عن الشاشات، نعرفوا في القلق الرقمي صح. تليفون الناس بزاف ترقد بالهاتف النقال بالشاشة. كذلك المحافظة على العلاقات الدافئة. النقطة الأخيرة ومهمة جدا في العلاجات هي كيف أني مثل يقول لك أنا يا أستاذ ما كنتش كيماك. وعلاه؟ نحن نعيش في 3 مراحل. المرحلة الأولى اللي هي الحاضر. كاين ناس بزاف يخموا أستاذ في المستقبل، يفكروا المستقبل بدرجة كبيرة أنه يستحوذ لهم على الحاضر. وكاين ناس بزاف يعيشون الماضي ونكسات الماضي وسلبيات الماضي وأزمات الماضي ووجع الماضي. هذا من الناس يعني يصيبوهم ما يعيش المستقبل، ما يقدرش يعيش المستقبل بيد ربي سبحانه، وما يعيش الماضي. إذن الإنسان إيسي إيماتنو نعيش ونرضى بالقدر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح رواه البخاري ومسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده له قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. ماذا قال علماء النفس المسلمين؟ تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم على 3 أنواع من الأمن. الأمن الاجتماعي آمنا في سربه، الأمن الغذائي معافا، الأمن الصحي، والأمن الغذائي. إذن الرضا بالقليل والاستمتاع بالوقت الحاضر. اسمح لي فقط، حتى الابتعاد يعني عن الدين يخلي الإنسان في ضياع. أكيد، لأنه ديننا يعني حط كل الأسس اللي لازم يمشي عليها الإنسان حتى يكون سوي في صحته النفسية والبدنية، وحتى يكون في مجتمع أيضا يعني يقدم إضافة في المجتمع، يكون في مجتمع بناء ومجتمع معطاء أيضا. أكيد. شكرا لك منصف هرقة أخصائي نفسي، أني كنت حاضر معنا في صبيحة اليوم في بلاطو الشروق مورنينغ. في الختام هل عندك كلمة، هل عندك إضافة تحب تقول؟ بارك الله فيك. أنا نشكر كل الشكر للإخوة العاصميين على كرم ضيافة، رانا في عام عندهم في المورنينغ. الأخ والصديق الغالي عمار شعباني ناس بن بولعيد في بوروبا، كذلك وهن أخي وصديقي محمد ناصر بالقاسم بمناسبة زواجه وكذلك عائلة كعوان. شكرا. شكرا لك، وتحية لكل الأصدقاء اللي رم يشوفوا فيك، وتحية أيضا لكل مشاهدي قناة الشروق الإخبارية وين ما كانوا. أحلى تحية وأحلى سلام نزفوه إلى كل أوفياء ومتتبعي برنامج الشروق مورنينغ وين ما كانوا داخل أو خارج الوطن. وتحية خاصة لكل الناس اللي تشوفينا في الأثناء وتفاعل معنا عبر بواباتنا على السوشيال ميديا. مختلف التعليقات والرسائل تصلنا في هذا الأثناء، الجميل أنه نلاحظ ونلمس تفاعلكم من خلال السوشيال ميديا. لأكيد أنه كل واحد يشوفينا في هذا الأثناء حامل الهاتف دياله في يده يرسل لنا رسائل، إن كان على الصفحة الخاصة للشروق الإخبارية ولا حتى على صفحتنا الخاصة. مرحبا بكم، مرحبا بكل آرائكم انتقاداتكم، حتى إلا لكم حابين تكونوا ضيوف معنا في بلاطو الشروق مورنينغ، ونقول لكم باب البرنامج مفتوح للجميع، فقط تواصلوا معنا، خلونا الاسم واللقب رقم الهاتف والحاجة اللي راكم حابين تشاركوها معنا في البرنامج. برنامجنا اليومي دائما يسعى إلى خدمتكم من توما، والهدف دائما هو إرضاء كل المشاهدين في مختلف
مختلف المجالات وين ما كانوا. مازلنا هنا إلى غاية العاشرة إلا ربع إن شاء الله نكون نقدم لكم كل المعلومات الكافية والوافية في مختلف المواضيع المختارة كل يوم. الآن مشاهدينا الكرام نروح إلى فقرة خاصة وقرة في برنامجنا اليوم وهي فقرة تكنولوجيا بعد هذا الفاصل. إذن في الفقرة التكنولوجية في كل يوم سنتناول مواضيع مختلفة وعديدة في مختلف المجالات التكنولوجية، ولكن هذا العدد راح نروح إلى الصحة وتحديدا رقمنة المواقع الإلكترونية خدمة للصحة العمومية. راح نفصله، راح نتعرفوا على واحد من بين المواقع اللي تخدم صحة ولا تخدم صحة المواطن. خليني نقول خاصة في الأونة الأخيرة الناس بزاف ولا تتجه إلى المواقع الإلكترونية من أجل كل الخدمات حتى في الصحة، ونولينا نشوفوا الناس يعني يهتموا بهذا الموضوع أكثر وأكثر. ما نطولش عليكم، نرحب وإياكم مشاهدينا الكرام ب أسامة لدمي مؤسس موقع إلكتروني طبي. صباح الأنوار. صباح النور، مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة. شكرا لك على قبول الدعوة. شكرا. يحضر معنا أيضا مشاهدينا الكرام إلياس لدمي وهو مطور أيضا في موقع إلكتروني طبي. صباح الأنوار. صباح النور، مرحبا بكم، بينا عندكم، شكرا على الاستضافة. شكرا لكم، مرحبا بكم، وشكرا أيضا على قبول دعوة برنامج الشروق مورنينج دائما في إطار تسليط الضوء على مختلف المواضيع التكنولوجية اللي تهم وتخدم المواطن الجزائري. هذه المرة قررنا ولا فضلنا باش نحكوا على موضوع طبي، خاصة أن الموضوع ولا المشروع دي يكون فيه فائدة للجميع. بداية نبدأ معك أسامة، عرفنا أكثر على الموضوع الإلكتروني الطبي اللي يهتم بصحة المواطن الجزائري. ألو سونتي دي زاد هو موقع إلكتروني صحي يهتم بخدمات الرعاية الصحية في المنزل. ثم كل ما يتعلق بالصحة، ولكن ليس في المستشفيات أو في العيادات الخاصة أو في مخابر تحاليل، ولكن هذه الأشياء نقلوها لمنزل المريض. تسمى المريض مثلا خصو فحص طبي منزلي تاع طبيب، ولا عمليات الكشف فيما يخص الطبيب، لي زاكت باراميديكال الحوايج تاع لي زانفيرمي، ولا وما يتعلق ايضا بسيارات الاسعاف مثلا، اي مثلا يكون مريض ما يقدرش يتنقل ولا وما عندوش وسيله تنقل، يلقى في الموقع تاعنا سياره اسعاف تجيه للمنزل تاعو تهزو تديه للعياده الخاصه ولا تديه للسبيطار تديه مخبر تحليل وين يحب يدير تحاليل الدم تاعو. نلقاو ايضا تخصص تاع جارد مالاد ومرافق المريض، مثلا واحد يكون عنده شخص كبير يكون في المنزل هو ما يقدرش يقعد له يعسو، ولا يكون عنده يكون في سبيطار رحبات ليالي معدودات في السبيطار ما يكونش هو قادر يقعد له، يلقى في الموقع تاعنا هذا جارد مالاد. نعم، يلقى جارد مالاد يعيط له يتفاهم معاه كيفاش ويدير ليالي مع المريض تاعو. طيب نروحوا لاهم حاجه تهم المواطن اللي هي الاسعار. الاسعار اللي تحددوها في الموقع ديالكم، هل هي في متناول الجميع؟ شكون اللي حددها ايضا؟ هل نتوما او الاطباء ولا لي زانفيرمي اللي تخدموا معاهم ولا؟ احنا الموقع تاعنا الوسونت عباره عن وسيط رابط بين المريض وبين المهني الصحي. الاسعار يبقى في الاسعار، المواطن ولا اللي عنده مريض كي يدخل الموقع نتاعنا يلقى العروض هذو اللي حطوهم المهنيين الصحيين سواء طبيب او ممرض او سياره اسعاف او مرافق المريض، هذا يلقى الرقم تاعو يكليك على الرقم تاعو يخرج له ديريكت باش يتصل به كي يعيط له. درك الموقع نتاعنا ما تقدرش تحدد له سعر معين، مثلا نقولوا باغ اكزومبل الكونسلطاسيون تاع ميديسان نقولوا مثلا تحدد لها سعر معين، ما تقدرش. علاش؟ لانه الميديسان هذا راح يديبلاسي. بار اكزومبل انا نسكن في 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 في, في, في الجي سونتر، نحب نعيط الان ميديسان يكون ثما في الجي سونتر بحذاك، راح التنقل تاعو يكون مثلا يكون 2 كيلو 3 كيلومتر. مش بار اكزومبل كي نعيط الان ميديسان يكون بعيد عليا، تسمى راح تزيد هذيك الاجره تاع التنقل. هي على كل حال اسعار رمزيه هذه الاجره تاع التنقل، والسعر نتاع الكونسلطاسيون ولا نتاع لاكت باراميديكال ولا نتاع مرافق المريض هذا ماهوش راح يكون سعر كبير بزاف، سعر رمزي يكون بزياده قليله
زياده هذه هي حق هذاك التنقل اللي راح يتنقل يتنقلك به الطبيب ولا الممرض ولا الاخر للمنزل تاعك. طيب الياس، ربما نطرح لك سؤال قد يتبادر في اذهان المشاهدين اللي راهم يشوفوا فينا في هذه الاثناء. نروحوا الى نقطه مهمه جدا واللي هي الامانه ولا الضمان بالنسبه للاطباء اللي تعاملوا معهم واللي يلقوهم في الموقع ديالكم. وش يضمن للمواطن انه هاد الاطباء هما حقيقه اولا اطباء وثانيا راح يقدموا خدمه لا باس بها ولا ترقى الى تطلعات المريض؟ بالنسبه قبل ما راح يتوظف عندنا طبيب او ممرض او اي يعني عامل في مجال الصحه، راح يبعث لنا في ان سي في تاعو، نحكموا عليه ان سي في، نشوفوا الاكسبيريونس تاعو والخبره تاعو اللي يعني دارها في المجال تاعو، ايضا نشوفوا وين كان يخدم من قبل، وين عمل، اسكو خدم في القطاع الصحي العمومي ولا في يعني في عيادات او في صافي شغل بريفي ولا بيبليك. مع السي في تاعو اللي يبعث لنا راح نشوفوا اسكو طبيب هذا اسكو يعني مؤهل اللي يقدر يدير لي زاكت، اسكو يقدر يدير بلاسي ويوفر يعني الخدمه تاعو للمرضى. طيب شكون هما الاطباء اللي مؤهلين باش يدخلوا عندكم في هذا البلاتفورم؟ جينيرالمون احنا عندنا في مثلا في كوتي ميديسان، احنا عندنا الاطباء الطب عام يعني الجينيراليست، وعندنا ايضا اضفنا احتمام لي سبيسياليست، عندنا صافي طبيب عام وطبيب اخصائي. الطبيب العام يقدر يدير دي كونسلتاسيون، يقدر يدير دي زاكت باراميديكال مثلا شونجمون دو بونسمون، يدير دي بيرفيزيون. فيما يخص الاطباء الاخصائيين مثلا ان كارديو يقدر يدير ان او سي جي، صافي كل طبيب يعني وبوش يختص به. طيب نروحوا ربما في حال ما اذا المريض ولا حصل خرق لاي شيء ولا كان مشكل بينه وبين الطبيب، وين يقدر يشكي المواطن؟ مع من يقدر يتواصل؟ احنا عندنا في الموقع الالكتروني تاعنا عندنا تقييمات ودرنا فضاء للطبيب وفضاء للمريض. اولا الطبيب كي يروح عندك انت يدير مثلا يدير لك فحص منزلي، انت تقدر تدخل لاخر تاعنا وتقيمه، تقيم الطبيب هذا قداش تمد له من خمسه. وثاني حاجه تقدر تقدم شكوى عن طريق الايميل تاعك للايميل تاع السيت الموقع الالكتروني، قال الطبيب هذا راهو دار لي خرق كذا ولا ما تعاملش معايا كذا ولا تفهمت معاه على كذا ودار كذا خرج كذا. احنا نتواصلوا مع الطبيب ونفهموا المشكل واش كاين. طيب في حال حدوث اي خرق ولا اي ديغا صارت للمريض، هل يكفي انه يخسروا عليه ميل ولا يخسر عليكم ميل؟ لانه الحادث صرا، شكون اللي يحمي المريض في هذه الحاله؟ اعطيني مثلا واش تعني بالخرق ولا الديغا؟ صرا ديغا للمريض، ربما راح الطبيب ولا ما على باليش، قادر يحصل اي حاجه تقدر تصيب المريض. في هذه الحاله المريض شكون يحميه؟ ما فهمتش انا نوع الخلل اللي راك تقصد فيه. مثلا الخلل اللي يقدر يصرى، اي مشكل يقدر يصرى مع مثلاً في اي حاله، كما يقدر يصرى في مستشفى عمومي كاين الاداره باينه باللي المركز ها وين تقدر تشتكي، ولكن في حاله المواقع الالكترونيه الناس تخاف، يقول لك شكون اللي يحميني، مع من نقدر نهضر، مع من نقدر نتواصل؟ لا، هذا موقع الالكتروني الطبيب اللي راح نبعثوك طبيب متحصل على دبلوم من عند الدوله، فهمتني؟ تسمى وكانه يعمل في مستشفى حكومي، ما يمنعش انه يحصل اي مشكل، ما يمنعش انه يدير خطا طبي ولا، فهمتني؟ ولكن انا نحب نقول لكم انه هذا الاطباء اللي بعثوهم كما قال لك الياس اطباء متمرسين، تسمى كونفيونس نعرفوهم، واطباء متمرسين عندهم اكسبيريونس. ما حناش احنا نبعثوا نيمبورت كان ميديسان يروح باغ اكزومبل ان ميديسان عنده دو زون دو ترافاي راح نبعثوه يخدم في المنزل، فهمتني؟ حنا نحرصوا في في في, في لي ميديسان يكونوا في الموقع الالكتروني تاعنا انهم يكونوا عندهم اكسبيريونس. تسمى واش يحب يقول اكسبيريونس؟ يتفادى الخطا الطبي هذاك اللي قادر يكون خطا طبي كما نقولوا خطا بات، قادر يديروا اي ميديسان في بدايه المرحله المهنيه نتاعهم. طيب نروحوا ربما الى تفاعل الناس مع هذه المواقع الالكترونيه خاصه في المجال الصحي، هل تشوفوا كاين بزاف يرتادوا هذا الموقع؟ هل تشوفوا باللي كاين اقبال على المواقع الطبيه؟ الناس بزاف تحوس على لي ميديسان عن طريق الانترنت، ولا المواطن مازال ما عندوش هذيك الثقه في الطبيب ويحب يعرف كيما بطريقه تقليديه يحكوا له على الطبيب، روح للطبيب الفلاني ولا طبيب فلان سمعنا عليه باللي مليح؟ مع التجربه اللي حد الان يعني شفنا اقبال كبير من طرف المواطنين. باغ اكزومبل مثلا باش مريض يحتاج طبيب، خاصه يتنقل له المنزل تاعو، هو باش يروح يحوس على طبيب ولا يدير بيبليكاسيون مثلا فيسبوك ولا يروح المستشفيات يحوس،
راح كيما نقولوا يضيع بزاف وقت، راح يطول باش يلقى. فمنصات التواصل هذو راح تسهل مباشره التواصل ما بين يعني المريض و صافي، راح يربح دي زيطاب بزاف. جميل انه يتوصل مباشره للطبيب، خاصه مع الموقع تاعنا انه صافي التواصل ما راحش يكون مثلا انه يتواصل معنا احنا باش نبعثوا له مباشره طبيب، راح يكون تواصل مباشره يعني بلا واسطه. طيب هل يعمل الموقع ديالكم بخاصيه لوكاليزاسيون ولا لوكيشن باش يعرف المنطقه ولا يحدد المنطقه اللي راح يخير منها الطبيب ولا الممرض ولا الخدمه اللي راح يحتاجها تقليصا للوقت؟ شوف حنا الموقع تاعنا درنا فيه ميزه تاع اون بلاك دو ريشيرش، تدخل الموقع اول حاجه تظهر لك، هو موقع جد سهل سهل الاستعمال تاعو. تدخل في الواجهه نتاع الموقع تظهر لك بطاقه بحث، تلقى فيها التخصص اللي تحب تخيره، وتحت تخصص الولايه كي تخير الولايه تدخل لك البلديه. كي تخير تكليكي على زر البحث، انا نشوفه في الصور في هذا الاثناء يعني باش المواطن فقط. كي تكليكي على زر البحث يخرجوا لك الاطباء ولا الممرضين اللي راهم في المنطقه هذيك اللي بحثت عليها في البلديه اللي بحثت عليها. كي تتواصل مع 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 الممرض ولا الطبيب عن طريق الهاتف، تقدر تبعث له اللوكيشن تاك عن طريق الفايبر ولا عن طريق الواتساب، ويجي لك هو المكان المحدد اللي تفهمت عليه. طيب دوكا في الحاله العكسيه، لو المريض يحاول يتلاعب ولا يعبث بالطبيب، ولا في حاله ما طلب طبيب من بعد لقيته باللي البلاغ كاذب ولا الطلب كاذب، ولا في هذه الحاله كيفاش تقدروا تعوضوا الطبيب؟ ربما التنقل، ربما عناء السفر، خاصه في حاله ما اذا كان الطبيب خذا معدات ديالو وتنقل مسافه بعيده. احنا اول حاجه قبل ما نتفاهموا مع الطبيب كي يتعامل مع المريض هذا، انه يكونفيرمي معاه 3 فوا في التليفون الكونفيرماسيون الاولى باللي راني راح نجي لك، وكي يجي ديماري يقول له راني هزيت الماتريال تاعي وراح نجي لك كونفيرمي معاه، وكي يكون في الطريق يزيد يعيط له يقول له راني جاي ثبت لي، تسمى 3 فوا يثبت له باللي راه السيد جاي. كاين حوايج بار اكزومبل يعيطونا دي فوا دي ميدسان، يقول لك راني كي وصلت للدار ويقول لي راني انيليت، باسكو كاين عباد يعيط لكم بعد ينيلي، لا غالب كل واحد. هذه النقطه اللي كنت حاب نوصلها، يعني كاين عقليات يعني كاين حوايج تسمى مام المريض عيط كيقول لك انا ما درتش لاكت هذا وكيفاش راح نسلكو. صح، نعيط له نقول له يا اخي كاين حوايج معقولين وحوايج غير معقوله، مثلا انت انيليت معليش كي ديمار الميدسان مشى دو مينيت انيليت معليش، ما تعبش بزاف ما تحركش بزاف. نبصح انت طاني اللي كيوصل عندك الميدسان باب الدار، لا احنا نتفاهموا معاه نقول له ام هو ما دلكش لاكت تعطيه حق ترونسبور تاعو اللي جا عندك، فهمت؟ والحق حقيقة قليل، والعباد يقول لك لا انا ما نمدش، كاين تسمى لقينا لا سوبلس في التعامل، يقول لك معليش هي تقبل كي تعيط له، تعيط له الاداره تاع الموقع تقول له السيد راه تعب عندك وما تعطي له حق الترونسبور، تسمى يرضى دان كوتي المريض ويرضى المتعامل الصحي، تسمى ما يروحش تعب تاعه. جميل، حليت المشكل. كاضافه فقط تفضل عندك الباب. هو شاك ميدسان عنده ان كونت كيما المريض ثاني عنده ان كونت، معناها اي خرق ولا اي راح تجي عندنا شغل دي نوتيفيكاسيون، رسائل يجيو للمريض هذاك. مثلا اذا كما قلت تا اذا المريض هذاك شغل اشتكوا منه بزاف ولا، راح يكون ان سينيال كونت تاعو ما يزيدوش يروحوا له. ايه ان سينيال كونت تاعو، كيما راح يكون الطبيب ايضا ان سينيال شغل، الاول راح يجيو له رسائل تحذيريه شغل دي نوتيفيكاسيون، يعني لهذه الحد الان ما وصلنا لهاش. الحمد لله. يعني برك انا نخايل. لا لا قادرين نصرا. لا لا انا نحكي في الحاله العاديه، لانه تصرى هذه العفايس تصرى في يومياتنا ونتلاقاو بهم بطريقه يعني سوفون نتلاقاو بهم. طيب نروحوا ايضا الى مختلف الخدمات اللي تقدموها في هذا الموقع من خلال تقديم اطباء ولتوفير خدمه صحيه ورعايه صحيه. هل تقدروا تدخلوا للاطباء اللي معكم في الموقع يدخلوا في الحالات الاستعجاليه او لا؟ كاين اصور حالات استعجاليه، كاين حالات استعجاليه تتطلب مستشفى ما تقدرش تتدخل فيها، فهمتني؟ وكاين حالات استعجاليه تقدر يتدخل طبيب في حال طلبوا ربما اسعاف طريقة استعجاليه، هل تقدر توفروا له سياره إسعاف. اسعاف؟ نعم، تجي سياره اسعاف تهزهم من البيت تديه المستشفى ولا تديه العياده اللي يحب يروح لها. انا درنا حتى اضافه سيرفيس نوي مام في الاوقات يعني الليليه 12 الوحده، يعني تخدموا على 24 ساعه 24 ساعه. تسمى كاين 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 اطباء اللي يخدموا في النهار، ودرنا درنا درنا مساحه في الموقع الالكتروني الو سونتي دي زاد، المساحه هذه متعلقه غير بالخدمات الليليه سميناها سيرفيس نوي.
تسمى الطبيب اللي يشوف روحه ولا الفرملي اللي يشوف روحه يقدر يخدم في الليل من بعد الثمانية حتى حتى الأوقات الليلية، يحط يحط الخدمة نتاعو في المساحات المخصصة بالخدمات الليلية. جاب لي ربي جينيرال مودونتيست وتاع الودان هما اللي يخدموا في الليل. لا سي فري هذه كاينة. طيب نروحوا ربما أيضا إلى نقطة مهمة واللي لازم نسلطوا ضوء عليها واللي هي خدمة الصحية للأطفال. هل تقدموا للأطفال خدمة ولا البيدياتر فقط يعني لازم يتنقل ولا ينقل الطفل ديالو إلى المصحة؟ لا لا، الأساس اللي قائم عليه الموقع تاعنا بور لو مومون هو الطبيب العام. العام احنا هذه الخدمة رانا نعملوا عليها، تسمى رانا غير كما بدينا نطوروا في الموقع تاعنا ندخلوا فيه أخصائيين تسمى باش يكوفريونا جميع التخصصات الطبية. برومو كاين اخصائيين بصح كاين عندنا مونك في شنو ابرز التخصصات اللي كاينين عندكم في الموقع؟ عندنا طبيب الاعصاب، عندنا طبيب الاستعجالات الطبيه، عندنا طبيب العام، عندنا طبيب نفسي. طبيب نفسي معروف جدا في الموقع تاعنا، حتى في محرك البحث جوجل يظهر هو الاول. عندنا لاكيني ثيرابي في الموقع تاعنا، تسمى كل ما يتعلق بالريديكاسيون والحوايج هذا، ورانا نعملوا على ان شاء الله نغطيو جميع التخصصات. طيب ما فكرتوش انه تتعاملوا لا تتعاقدوا مع مؤسسات استشفائيه خاصه ولا عامه باش المريض يعني توفروا له اماكن يروح لها مباشره وتنقلوه الى مباشره الى المصحه اللي خيرها هو ربما؟ هي فكرة الموقع راهي ما عندهاش بزاف من اللي بدات. رانا المشروع راهو بدينا كما اطلقناه في 2022، عنده عام برك من تطلق. يعني موقع فاتي هي عليها تقريبا. رانا حنايا كما نقولوا نقدر تقول رانا 30% من الفكرة، مازال غير رانا في مدخل الفكرة فقط. إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق، خاصة أنه موضوع ولا قطاع حساس هنا في الجزائر. القطاع الصحي، وخاصة أنكم توفروا وتسهلوا على المريض عن التنقل وغيرها من الخدمات اللي تقدموها له وتوفروها له. شكرا لكم.